شفتك امبارح يعني مش عايز اقول لك حاجه جامده جدا. ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك. والله هو الواحد طبعا قبل اي شيء بياخد نيه لله سبحانه وتعالى، وانا طبعا نيتي لله سبحانه وتعالى ان هو مساعده الناس دي، مساعده اللعيبه دي ايا كان بقى كل واحد طبعا ما انا عايز اقول حاجه بقى كابتن احمد قبل ما حضرتك تبدا كلامك، يعني عايز اقول ان احمد حسن انت كنت فين لا انا ما في العمل بتاع لا ما الرياضه بعتنا كاميرا لا ما ينفعش لا ما ينفعش ده عتاب برضه كريم المفروض ان كفته. بص انا ككريم بصراحه يعني ما بحبش انزل في وقفات خالص او اي مظاهرات بصراحه، يعني انا بقولها كده على الهوا، مش عارف ما بلاقيش نفسي في القصه دي، مش خوفا ولا اي حاجه، بس انا ما بعرفش اعمل كده والله. ولا احنا كمان بس انت لما بتلاقي حد بيلجا لك صوته مش مسموع وصوته مش واصل، فبتضطر انك انت تقف مع الحق. وطالما الواحد دايما يعني الواحد اتعلم كده الحمد لله، وتربيتي كانت كده الحمد لله، ان انا بعتز ان انا راجل صعيدي، ان الواحد دايما لما بيكون حاسس ان هو على حق يمشي وبيسيب على ربنا سبحانه وتعالى. يعني ناس كتير مثلا ممكن تقول لك انت بتفقد شعبيتك وانت بكده، لا ما بتفقدش شعبيتك، ده ناس بتخوفك بس، لكن انت ما بتفقدش شعبيتك ولا حاجه. انا عايز اقول حاجه انا عايز اقول حاجه، ان احمد حسن راجل ما شاء الله نجم كبير جدا، يعني خلاص في الكوره مش ناقص له كتير، مش قد ما لعب، يعني الموضوع مش فارق معاه من الناحيه الماليه، الله اكبر ربنا يزيدك، يعني مش محتاج ماليات الفتره اللي جايه ولا حاجه. فانت نازل مش عشان مصلحه شخصيه، انا اللي بقول الكلام ده مش انت، فانت نازل فعلا زي ما انت بتقول عشان زملائك الرياضيين ولاعيبه الكوره والانديه المصريه ومستقبل الكوره في مصر. طبعا زي ما بقول لك، هو في الاول وفي الاخر كل واحد بياخد نيه لله سبحانه وتعالى، وزي ما قلت لك انا فعلا لما حسيت ان الناس دي لجأت لي وانا واحد منهم، يعني انا طبعا الحمد لله طلعت من مكه شباب صغير، وعشان كده انا حاسس بالناس دي ومعاناه بالناس دي. في نفس الوقت انت النهارده لما بتقابل عمال بسيطه والكلام ده وكده، على قد ما زي ما بقول لك، لا بقى في ناس كتير، يعني في ناس كتير من الناس اللي هم الناس يعني موجودين في الوسط الرياضي بيقولوا انت كده ممكن بتخسر شعبيتك انت، بس لو شعبيه زيفه وشعبيه قايم عليها التمثيل يبقى بلاها، يعني مش يعني اللي بيبقى في النهايه الحمد لله انا محبه الناس ليا هي من خلال سلوكي، من خلال جهدي، من خلال اجتهادي. وزي ما بقول لك، طول ما انا الحمد لله واثق من ربنا سبحانه وتعالى ان انا على حق، ما بخشاش اي حد، والمحبه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا لما يعني بيزرع محبه او في قلوب الناس محبه شخص، والله حتى لو الدنيا كلها وقفت على رجليها هو ربنا قاعد كده. فهو الواحد اللي بيعمله لنيه لوجه الله سبحانه وتعالى، ان انا بقف مع الناس دي وبقف وان انا الناس دي لما لجأت لي ان ده حقهم، وان الناس بتطالب بحقوقهم، وانا شايف ان ده طلب مشروع، والدنيا كلها في مصر بتطالب بحقوقها، ومحدش سمعنا لا قلنا في وقفات والكلام ده وكده، ولا حد طلع قال لك دول اصل ناس بلطجيه ولا دول ناس. وانا عايز سؤال واحد بس، سؤال واحد بس اساله بقى لكل الناس اللي بتتكلم دي، وكل للاسف ان في نقاد رياضيين طلعوا اتكلموا للاسف ان هم بينتموا للرياضه، طلعوا قال لك ان يعني ادي رياضيين وادي البلطجيه رياضيين والكلام ده وكده. ايه اللي وصل الناس الشخصيات المحترمه اللي موجوده دي رياضيين، ايه اللي وصلهم لده؟ يقولوا لي بس واحد، ايه اللي وصلهم؟ لو انت النهارده يا كريم بتمارس عملك وبتمارس مهنتك وبتمارس شغلتك، ايه اللي يوصلك للمنظر ده؟ هل كنا هنشوف المنظر ده؟ لا طبعا. ولا الناس دي من لما خلاص صبرها نفد، فبالتالي نزلت تعبر وتوصل صوتها اللي ما حدش بيسمعه، واللي ما زلت بقول ان في استهزاء بالمنظومه الرياضيه بالكامل. وعشان كده انا بقول لك كان لازم انت تبقى موجود، وكان لازم كل المنتمين للرياضه يكونوا موجودين، لان ده دوركم وده دورنا ان احنا بندافع عن حقنا. سيبك بقى من المسائل الماديه والكلام ده وكده، انت عايز تشتغل، انا عايز اشتغل، يعني الناس الثانيه دي عايزه تشتغل، الناس دي عايزه تمارس عملها. القصه مش قصه طبعا من حق الناس دي ان هي تستفيد، ومن حق الناس دي ان هي الناس طالما ما بتسرقش، طالما ما بتعملش حاجه حرام، طالما ما بتعملش جرم، يبقى من حقها ان هي تستفيد. والارزاق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، عشان برضه بلاقي ناس حاجه قمه السخافه يقول لك ده بياخده يا سيدي ماشي، هو الارزاق دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين انت يعني معلش بعد اذنك، وانت لعبت الكوره او اي حد او الناس اللي تشتغل في اي شغلانه، ما هو بياخد من خلال جهده وعمله، مش بياخد كده من الهوا يا كريم. انا وفي تضحيات كتير جدا. هو احنا بس انا عايز اقول لك على حاجه، هو احنا بنعمل بدعه والناس مش واخده بالها، يعني الناس لما تيجي تقول لك اصل بياخده يا جماعه، ما انا كنت بلعب في تركيا 8 سنين، لعبت في تركيا واتغيرت وتعبت، عمري ما شفت واحد طلع مثلا في تركيا قال لك انت، وانا لعيب غريب، انت جاي تاخد فلوسنا ولا جاي تاخد ثواني؟ رحت بلجيكا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى كنت اعلى راتب في تاريخ اندرلخت كلها، دي اللي قالها
رئيس النادي ومدير النادي، ما شفتش الناس هجموني ولا قالوا لي انت جاي تاخد فلوسنا ولا جيت خدت مرتبات كبيره ولا الكلام ده ولا كده، بل بالعكس الناس كرموني، وما زلت لما بروح بلجيكا لحد دلوقتي الناس بتستقبلني احسن استقبال. هم بيقولوا كده كابتن عشان يخوفوكوا، عشان في نفس الوقت يعني يسخنوا الناس، يقول لك يا عم ده معاهم فلوس قد كده، ده هم يعني عايزين ايه؟ معانا فلوس ايه المشكله؟ هو انت النهارده لما يبقى معاك فلوس، هو ده حرام ولا عيب؟ طالما انت النهارده، والنهارده رجال الاعمال مثلا اللي ربنا يزيدهم ويعليهم، ورجال الاعمال دول اللي هم بيكسبوا مثلا واللي هم مليارديرات دول، هم بيشتغلوا عشان المساله، ما هم فاتحين بيوت ناس ثانيه وفاتحين طبعا. انا عندي دلوقتي شغل الخاص الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يغنيني عن كره القدم خالص، ومع ذلك عندي ناس شغالين. ما هو الناس دي كلها برضه اللي شغاله دي، ما هو ربنا لما بيرزقك عشان يرزق غيرك، عشان انت لما تبدا تعمل حاجه بتبدا يبقى في ناس كتير مسؤولين منك والكلام ده وكده، هي الدنيا كده. فعشان بس الناس، عشان يبقى في منطق بس في الكلام، انما كل واحد شايف ان هو من وجهه نظره ان هو الصح، ما ينفعش. احنا حتى افتقدنا اللغه في الحوار النهارده، ناس نزلت طبعا، وانا معاك مليون المية زي ما انت قلت ان احنا ما كناش موافقين على اللي حصل امبارح، ان في بعض الناس راحت طبعا لاوتيل سانشاين، اكيد ما كناش موافقين على ده، ويمكن احنا ما كناش موافقين، انما زي ما بقول لك مين اللي وصل الناس دي لكده؟ ما خلاص بقى، هو الناس مخنوقه بقى خلاص، المسؤولين اللي في مصر يطلعوا يردوا علينا بالزبط. مين اللي وصل الناس دي ان هي تنزل؟ مين اللي وصل الرياضيين الناس المتقدمين اللي هم كل مصر اللي هم فرحوا مصر كلها؟ انت عندك عدد كبير من اللي كانوا موجودين، ناس لعبت منتخب مصر وناس يعني عملت انجازات لمنتخب مصر وفرحت الشعب المصري كله بالكامل، نازلين عشان يقولوا الناس مين اللي وصلنا لكده؟ مين اللي وصلنا لده؟ يعني يقولوا لنا. وزي ما انت قلت، انا سامع كنت بتتكلم من شويه، هل الكوره حرام؟ هل الرياضه حرام؟ زي ما انت قلت، خلي في شفافيه وخلي في احترام للناس دي، وخلي في احترام للمنظومه دي كلها، واطلعوا قول يا جماعه احنا مش قادرين، عندنا ظروف صعبه في الوقت ده، هنقف جنبكم، ما تعشموش الناس بالظبط، سيبوا الناس دي بقى تشوف اجزاء، وسيبوا الناس دي تشوف اكل عيشها، وسيبوا الناس دي تشوف حاجات ثانيه. انما ما ينفعش النهارده ان احنا لما ناس تطلع تطالب بحقها، يطلع بقى شويه ناس عايزين يعملوا ان هم عارف انت ايه، المدافعين عن الحق، المدافعين عن الحق. يا اخي ده انا شايف ناس نقاط طالعين يتكلموا على اللعيبه عشان وقفوا ان هم قطع طرق، وان هم ده مش من حقهم، وبص ادي اللعيبه وادي 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 الكلام ده كله، ما شفتهمش لما ناس طلعت هجمت وهجمت وهجمت وهجمت، حد فتح بقه ولا طلع اتكلم؟ صح. طب يا اخي خليك حتى حقاني، يعني انتقد ده وانتقد، انما انت ايه يعني، هي موجه الناس بتركبها وخلاص، موجه الناس بتركبها، اي موجه الناس بتركبها وخلاص. خلينا نتكلم، اذا كنا بنتكلم على الحقوق، فالناس دي بتطالب بحقها. حصل بعض تجاوزات واحنا مش قابلينها، لان احنا كرياضيين ده ما ينفعش يصدر مننا. ولكن زي ما بقول لك، انا ما بدافعش على فكره عن الناس اللي راحت هناك، لان احنا ما كناش قابلين. وانا على فكره اتكلمت مع كل اللعيبه اللي كانت موجوده هناك قدام الاوتيل واستجابوا، والناس مشيت خلاص والكلام ده وكده. انما عايز اقول لك الحقيقه والله يا كريم، يعني انا لما بقابل يعني ناس كتير بتكلمني، وناس كتير، سيبك من التهديدات وان ما فيش وقفات وان هيحصل وان هيحصل، خلي بالك اللعيبه ما بقاش عندها اي مشكله، مش فارقه القصه، انا عارف ما بقاش عندهم اي مشكله، بكلم اللعيبه عارف والله. النهارده انا النهارده كنت في النادي ومع بعض اللعيبه والكلام ده وكده، واللعيبه طبعا انت عارف بتكلم بعضيها، وانديه الدرجه الثانيه بتكلم، قال لك ما عندناش خلاص، احنا ما بقاش في حاجه يحكي عليها، وما بقاش في حاجه خلاص، اصل انت النهارده بتقطع عيش واحد. وبعد كده ايه السبب؟ يعني ايه السبب انك انت النهارده تمنع الرياضه ان هي تمارس؟ حد يقول لنا السبب عشان بس نبقى مرتاحين. صح. للسيد المحترم الاستاذ العام الفاروق يا ريت يطلع يكلم، ما بيطلعش يهدي الرياضيين ليه؟ ما بيطلعش يهدي، هو مش مسؤول عننا دلوقتي السيد وزير الشباب، هو مش مسؤول عن الشباب دي كلها اللي هم بيمارسوا رياضه كره القدم، هم فين هم؟ ما يطلعوش يكلموا الناس دي ليه ويهدوها؟ ما يطلعوش يشوفوا يتكلموا معاهم ليه ويتحاور معاهم ليه زي ما بيروح يتحاور مع رابطه الانديه؟ يعني هو احنا ايه يعني للدرجه دي؟ يعني الاستهزاء بينا للدرجه دي؟ يعني ما يطلعوش يتكلموا ليه؟ ما يطلعوش يهدوا الناس دي ويقولوا ان فيه او ما فيش، او يطلعوا يقولوا او يطلب مقابله رئيس الجمهوريه ويقول له الحل ايه دلوقتي عشان الناس دي خلاص. بالظبط، انا لسه قايل الكلام ده من شويه، يعني قولوا لنا حتى لو انتم مش قادرين دلوقتي احنا هنقف جنبك ونستحمل، مفيش مشكله، بس نبقى عارفين قدام هيحصل ايه. يا سيدي والله 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 احنا ما ضد حد، والله احنا ما ضد حد. وانا عايز اقول لك، احنا لما نزلت الوقفه الاولانيه، انا واحد من الناس لما حتى اتكلمت، احنا مش نازلين نضغط على الدوله، بل بالعكس احنا مش نازلين نضغط على المسؤولين، احنا بنساعدهم ان احنا بنقول لهم عايزين الناس دي ترجع لعملها تاني، ده اللي احنا طالبينه، ان احنا مش طالبين حاجه ان احنا بنضغط عليهم او الكلام ده وكده. وحتى وقفه امبارح والله عشان صوتنا يوصل، بعيدا عن التجاوزات اللي تمت في الاخر، انما احنا نازلين بهدف سلمي، بهدف ان صوتنا يوصل، بهدف ان فعلا الناس تحس بمعاناه الناس دي كلها.
فرده يعني يرد علينا يعني. الخطوه الجايه ايه بالنسبه للرياضيين يا كابتن احمد؟ لا لا انا والله بص انا عايز اقول لك على حاجه. الخطوات الجايه طبعا هتبقى الموضوع صعب يعني، الموضوع فعلا والله صعب يعني. يجب ان انت زي ما انت قلت الناس تطلع عشان تحدي الامور دي كلها، وعشان بص الناس خلاص بقى عندها استعداد دلوقتي ان هي تنزل كل خمس ست ايام. يعني انا بقول لك ناس دلوقتي بيقول لا احنا لازم ننزل تاني ولازم، وبعد كده احنا ما عندناش مشكله اي حد، ما عندناش مشكله، ما عندناش قلق، ما عندنا خلاص الدنيا. بس هي الفكره كلها في حاجه يا جماعه، لو انتوا قاصدين ده قولوا لنا، لو انتوا عايزين الدنيا تهدى اطلعوا قولوا، يا اما في رياضه هتعود يا اما ما فيش. اصل مفيش حاجه اسمها دوله من غير رياضه يا كابتن احمد، هتعود يعني، هي القصه هتعود لكن امتى؟ يعني مفيش دوله من غير رياضه، انسى القصه دي. انا كان واحد صاحبي والله بيكلمني النهارده وبيقول لي مال، بيقول لي يعني احنا لما كان بيتكلم امبارح، وزي ما بقول لك ان في ناس بتقول ان احنا اللي بنعمله ده غلط، وفي ناس كتير مؤيده، وفي ناس كتير بتقول يعني بتقول ربنا يبارك لكم وده حقكم ومن حقكم والكلام ده وكده. انا لقيت واحد صاحبي النهارده بيكلمني بيقول لي ده انا متابع يعني الدوائر وكده، بيقول لي ده الصومال فيها دوري بيتلعب، الصومال اللي فيها مجاعه والصومال اللي فيها محاناه اليمن هيبداوا الدوري يا كابتن. العراق لعبوا الاسبوع الاول امبارح ودوري عراقي محترفين للنخبه، النادي اللي هي بتعاني من قله الاكل، اللي ما فيهاش اكل صرب، مش اللي فيها يعني اللي فيها مجاعات بيتلعب فيها دوري. يا جماعه احنا يعني وبعد كده في النهايه برضه عشان ما نزيدش كل شويه، وعشان ما نقعدش الناس بقى يبقى في مزايدات كده، احنا مع حق الناس اللي ماتت دي كلها طبعا، بنطالب بده طبعا. واحنا حتى امبارح البانر اللي كان موجود واحنا ماشيين ان احنا بنطالب بالقصاص العادل، فعشان ما حدش يزايد بس علينا، وعشان ما حدش بس ايه، انما ما اتمناه ان عشان ما الناس ما تركبش الموجه، ان ما تلاقي مثلا مجموعه هي اللي طالعه فالناس تروح راكبه عليها الموجه، ان يخليكم حقانيين، كل واحد ياخد حقه. الناس دي نازله تعبر بشكل محترم، يبقى لازم ان احنا نقف، لان انتوا كمان منتمين للمنظومه دي. بس فده اللي حبيت ان انا اقوله لك، وبرده اتابع عليك تاني. لازم تكون موجود انت وفريق العمل كله بتاعك، وبالذات طبعا اسلام اللي هو يعني اللي عامل فيها رئيس العصابه بالظبط. بشكرك كابتن احمد حسن، واتمنى لك التوفيق يا رب الفتره اللي جايه، ويعني يا رب باذن